اهلا بكم مجددا على قناة Physical Concepts. في هذا الفيديو سوف نتعلم كيفية استخدام QualX software او QualX program. طبعا QualX program برنامج لطيف وخفيف واستعماله سهل جدا. طبعا هذا البرنامج بيستخدم لعمل الاندكسينج للXRD data، فعن طريق هذا البرنامج أو قاعدة البيانات المخزنة في هذا البرنامج بنستطيع تعيين الكريستال فيز. في هذا الفيديو سوف نتعلم أولا كيفية تنزيل البرنامج. طبعا البرنامج مجاني والقواعد البيانات محدثة في قاعدة بيانات إصدار 2020، إمكانكم تنزيلها كما سيأتي. أيضا سنتعلم في هذا الفيديو كيفية تسطيب البرنامج وكيفية العمل على البرنامج وعمل الاندكسينج وتحديد الكريستال فيز للXRD داتا. دعونا نبدأ. أذهب إلى الـ جوجل QualX XRD. البرنامج الآن ظهر بهذه الصورة. أضغط على أول رابط، طبعا QualX software. أقوم بالدخول على صفحة التنزيل للبرنامج. طبعا هذا البرنامج QualX يستخدم لتحديد الكريستال فيز للXRD داتا. هنا بيعطيك بعض التعليمات عن كيفية استخدام هذا البرنامج. إذا من أجل تنزيل الإصدار للبرنامج آخر إصدار طبعا من هذا الرابط، ولتنزيل الداتابيز هضغط على هذا الرابط. فأضغط على هذا الرابط أولا لتنزيل البرنامج. طبعا قبل الدخول على الرابط هذا بيطلب منك التسجيل، تسجل بياناتك عادي، وبعد الدخول إلى الموقع بتستطيع تنزيل البرنامج بكل سهولة. طبعا هنا الإصدارات في حال لو كان الويندوز 64 بت أو 32 بت أو ويندوز إكس بي، كل الإصدارات موجودة. إذن في البداية أنا أقوم بتنزيل البرنامج. الخطوة الثانية أقوم بتنزيل الداتابيز للبرنامج. طبعا هذه آخر داتابيز للبرنامج يوليو 2020 محدثة. طبعا بيتم تحديثها كل سنة تقريبا، مثلا هنا يونيو 2019، هنا يناير 2019، معك 2017 أيضا. إذا حتقوم في الخطوة الثانية بتنزيل هذا الملف وهذا الملف. طبعا في هذا الملف بيحتوي على الـ inorganic، وفي هذا الملف أيضا ملف كبير وقاعدة بيانات كبيرة بيحتوي الـ organic، وفي بعض الـ inorganic فيها. تقريبا السعة التخزينية لهذا الملف 1.8 جيجا. إذن بعد عملية التنزيل أقوم بتسطيب البرنامج. من أجل عمل تسطيب البرنامج هذا الملف، طبعا أنت حتقوم بتنزيل ثلاثة ملفات. الملف الأول يحتوي على السوفت وير للبرنامج، الملف الثاني بيحتوي على قاعدة البيانات الانأورجانيك، ومعنا الأورجانيك أول ملف. فأولا أدخل إلى ملف
الذي يوجد فيه البرنامج. أقوم بعملية التسطيب، أضغط Yes، Next، Exit. تسطيب عادي وسهل جدا. Install، Finish. بهذه الطريقة استطعنا تسطيب البرنامج. البرنامج ظهر لنا هنا QualX. أضغط على البرنامج. الآن فتحنا البرنامج. أقوم بإضافة قواعد البيانات. طبعا البرنامج يحتوي على شريط أدوات غير معقد. طبعا معك الفيل، تستطيع من خلال الفيل فتح البروجكت أو الداتا التي ستقوم تحديد الفيز لها. معنا في السيرش أقوم أختار الداتابيز إندكسينج. عندنا مثل ما قلنا عندي 2 داتابيز، معنا هذه قاعدة البيانات ومعنا هذه قاعدة البيانات. طبعا إذا لم تظهر لك هنا في البداية بعد عملية التسطيب، هتكون النافذة بهذا الشكل. أذهب إلى نيو وأروح إلى الملف الذي يحتوي على قاعدة البيانات. مثلا هذه أول قاعدة بيانات، أعمل Open، هتظهر لي هنا. الثانية، أذهب إلى الملف الثاني وأعمل Open، تظهر لي هنا. طبعا أحدد قاعدة البيانات التي حعمل عليها ماتشنج بين الـ XRD الذي تبع العينات لدي مع قاعدة البيانات التي في البرنامج. فأحدد الآن، لو حددت هذه قاعدة البيانات فالبرنامج حيعمل ماتشنج مع هذه القاعدة. لو حددت هذه القاعدة هيعمل البرنامج ماتشنج مع القاعدة الثانية. أضغط عليها وأعمل سيلكت وأعمل لي هنا الآن أمامها يس كلوز. الآن نأتي إلى استيراد الداتا وعمل ماتشنج لها من أجل تحديد الكريستال فيز لهذه الداتا. الداتا لابد أن تكون من نوع في أنواع محددة. لو ذهبنا إلى Import Diffraction Data هتكون الامتداد للملفات الذي بيفتح هذا البرنامج إما من نوع .dat أو .xy أو .xye وهكذا. تمام. فالآن مثلا عندي هذه الداتا تبع الزنك أوكسايد، أحول المسار لها مارينيم، أعمل الملف من نوع دات بس ونوع المفكر الآن أصبح. أرجع إلى البرنامج مرة ثانية، أعمل Import Diffraction Data، أفتح الملف، أحدد الويفلينث للراديشن للXRD للسورس. فمثلا السورس الذي أنا مستخدمه CU والويفلينث 1.54 نانومتر، أعمل OK. الآن نأتي إلى كيفية عمل الماتشنج. طبعا بإمكانك في بعض الخيارات هنا مثلا في قائمة الباتر بإمكاني تحديد رينج معين أستطيع أشتغل عليه. فأحدد مثلا لو عملت الرينج من 25
طبعا معك 2 ثيتا مينيمم و 2 ثيتا الماكسيمم. فعملت ابلاي هيقوم مغير لي الرينج هنا مثل ما نحن ملاحظين. الكنسل. الحاجة الثانية معايا كرييت باك جراوند. لو اردت عمل باك جراوند للكيرف هيرسم لي الباك جراوند بهذا الشكل. بامكاني ايضا اطرح اعمل سبستراكت للباك جراوند بهذه الصوره. بامكاني ابحث عن بيك معينه. الان حدد لي البيكس الموجود على الكيرف. عندي بيك سيرش اوبشن. بامكاني هنا احدد الثريشولد للانتنسيتي الموجوده على البيك التي حقوم بعمل ماتشنج لها. مثلا لو نلاحظ هنا محدد لي البيكس الصغيره دي. البيكس الصغيره الموجوده هنا ناتجه عن النوزز في جهاز الاكس ار دي. لكن البيك التي بتمثل الزنك اوكسيد هي البيك الواضحه والظاهره. هؤلاء البيك هذه البيك وهذه وهذه البيكس الظاهره على الكيرف. فبامكاني من اجل حذف البيكس الصغيره الذي هنا اعمل ازود الثريشولد. لو نلاحظ الان بدات هذه تختفي. مثلا بهذه الصورة. تمام اوكي. في عندي هنا لو اردت ديليت بيك معينة او شيء. وعندي حاجة اخرى. الان كيفية عمل الماتشنج. هذهب الى قائمة السيرش. من خلال قائمة السيرش حاضغط على سيرش ماتش. الآن بيعمل ماتشنج على الداتابيز. نلاحظ هنا طلع لي أكثر من كارت موجود بهذه الداتا. طبعا هذه الداتا الخاصة بالعينة وهذه الداتا الموجودة داخل الكارت. بإمكاني أطابق بين التو ثيتا الذي هنا مع التو ثيتا الذي هنا، وأيضا بين الانتنستي الموجودة في هذه الداتا مع الانتنستي الموجودة للكرت في هذا العمود الثاني. طبعا العينة عندي مثلا معروفة هي الزنك أوكسيد. طيب من أجل الحصول على الفيز واللاتس باراميترز أضغط على إشارة صح هنا وأضغط هذه العلامة accept selected fees. يعني أنا قبلت هذا الفيز. الآن بعد تحديد الفيز أستطيع الحصول على الداتا بالضغط على هذه الأيقونة. هنا معطيني كل الديتيلز الخاصة بالفيز لهذه العينة. النيم زنك أوكسيد، الفرميولا زنك زد ان او، وعندي الريفرنس. طبعا معطيني ريفرنس هنا الريفرنس 2014. معطيني ايضا السبيس جروب لهذه العينه. معطيني الكريستال سيستم هيكساجونال. ومعطيني السيل بارامترز. وايضا طبعا الويف لينث هذا للسورس بتاع الاكس ار دي. وهذا مصدر الاكس ار دي الذي هو العبر. ومعطيني هنا التو ثيتا
والدي سبيس وايضا الانتنسيتي والاتش كي ال الذي هو ميلر اندسيز. اذا بعد الحصول على الفيس طبعا هذا رقم الكرت الذي في باللون الاحمر. بعد الحصول على كل الداتا لهذا الفيس بامكاني اعمل لها طباعه من هنا بهذه الصوره او عمل لها كوبي واروح الى مثلا الوورد عملت بيست هذه الداتا طبعا احددها شك اعمل كوبي كترال في هذه الداتا طبعا تنسخها الى ملف الوورد والتعامل معها بكل سهولة. طبعا البرنامج بيطلع لي اكثر من عند عمل الماتشنج بيطلع لي اكثر من فيز واكثر من خيار. انا اطابق طبعا الخطوط للكرت الذي هنا الذي في الاسفل وهذه الخطوط الذي في الاعلى خاصه بال XRD داتا الذي تبع العينه لدي. بامكاني ايضا باستخدام الاسهم لاختيار كرت اخر او للمطابقه مع اي كرت اخر بهذه الصوره انزل بهذه الصوره. مثلا لو اخذت هذا الكرت ايضا هذا كرت زنك اوكسايد تمام من مصدر ثاني. بعد كذا بعد ذلك اعمل علامه الصح في هنا حتى اختار الفيز. بعدين اضغط على هذه الايقونه يطلع لي الكارد نمبر والديتيلز الخاصه بالفيز لهذه العينه. اتمنى ان يكون هذا الفيديو مفيد لكم وأتمنى أن ينال إعجابكم ومشاركته مع الآخرين حتى يستفيد أكبر قدر من الباحثين في هذا المجال والمتخصصين أيضا. لو في أي استفسارات أو تعليقات ممكن تكتبوا لنا على الكومنتس على هذا الفيديو. ألقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.